لسوء حظنا اليوم تأتي المباراة في ظل ظروف صعبة جدا، أمطار لا تتوقف هنا على أرضية الملعب، ورغم ذلك الجماهير تتواجد بقوة خلف فريقها في مباراة اليوم. نتمنى أن لا يكون لهذه الأجواء تأثير على سير المباراة، أكيد أن أرضية الملعب تتأثر بالأمطار، لكن أيضا لاعبين ربما أصبحوا جاهزين مدربين حتى على اللعب في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. والآن مع انطلاقة المباراة، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. لا لا لا، إمكانية تسديد، لا لا لا، ويلباك، كرة طولية إلى الأمام، جولو كانتي، حكيم زياش، ماركوس ألونزو. خسر المواجهة أمام خصمه، يحاول الاستفادة من زميله في جانب التسديدة من أول لمسة إلى خارج المرمى. غريبة جداً إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جداً في ترجمة الفرص. لا لا لا، لا لا لا، جولو كانتي من سيستلم هذه التمريرة الطولية، يستعيدها، لا لا لا، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. مرت والتسديد، أخطأ لكنها مرت بسلام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يلعب كرة عرضية داخل ال 18، ماركوس ألونسو يتعرض للضغط بكل قوة، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، والآن الكرة ملعوبة للأمام، فيلتمان، فيلتمان يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، برايتون يحصل على الكرة مرة أخرى، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب الكرة إلى المنطقة،
صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. ويلباك، الكرة العرضية من ويلباك، يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة عرضية، عدت الكرة، لوكاكو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. حكيم زياش، كرة من جهة اليمين، يمر ويلعب كرة بينية، يبحث عن حلول، اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تسديدة وكرة في اتجاه المرمى، جول. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. نتابع المباراة والنتيجة الآن، هدف مقابل لا شيء. لا لا لا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كريستنسن يتدخل، يبعد الكرة. حكيم زياش، تلعب الكرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، يرفعها داخل الثمنتاش، ضغط قوي، فرصة للتسديد، حارس يتألق، مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عينه. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. الكرة ملعوبة من مسافة. ويلباك، ويلباك يبحث عن المهاجم. حكيم زياش،
انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة ويلعب العرضية. موقف صعب الآن، يلعب كرة طولية. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. دفاع قدم مباراة كبيرة جدا، أخطأ مرة واحدة وللأسف أن الخطأ تسبب في كارثة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. كانت هذه نهاية المباراة سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة.